يا ليتنا كنا معكم سادتي، يا ليتنا كنا معكم. ما الذي يستوجب هذا القول؟ نحن علمنا أننا نحن الشيعة الرافضة أهل قول وفعل إن شاء الله، فما الذي يستوجب هذا القول؟ إذا قلت شيئا بلسانك فينبغي أن يتحول ذلك الشيء إلى أعمال بيدك، كيف يكون ذلك؟ لعل البعض يتصور أنه لو كان في زمن الحسين صلوات الله عليه وعرض عليه أو عرضت عليه نصرة الحسين للبى فورا ولقال الآن سأترك كل شيء وأذهب لنصرة سيدي ومولاي، لكن الواقع التاريخي ينبئنا بغير ذلك. أما كان هنالك شيعة بين قوسين في زمن الحسين صلوات الله عليه؟ أما كان هنالك من يدعي أنه يبذل نفسه لأجل الحسين صلوات الله عليه ولأجل الدين؟ إذن لماذا نجد أن أنصاره قلة؟ عشرات آلاف الشيعة آنذاك محيطين في أو بمعركة كربلاء، ما كانوا في بلدان أخرى أو في بلاد أخرى، الكثير منهم كانوا حتى يتفرجون كما تعلمون وكما علمتم، الذين وصفوا أو سموا بشيعة التل وغيرهم كذلك الذين عرضت عليهم نصرة الحسين صلوات الله عليه ولم يلبوا. فهل يا ترى لو عاد التاريخ نفسه هل تكون النتيجة هي هي؟ لو كان الأمر خلاف ذلك لعلنا نلقى إمامنا صلوات الله عليه، ولعل الظهور المقدس يقع، فلماذا نحن بهذا الحال؟ إذن ما أشبه الأمس باليوم. أهل الكلام وأهل القول كثر، ولكن أين أهل الفعل؟